السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى في الكرواسون التحفة بتاعنا ده؟ يلا نقول بسم الله ونبتدي بالمقادير. عندنا 3 كوبايات دقيق منخولين وعليهم رشة ملح، نص كوباية لبن، ونص كوباية مية دافية، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين كبار زيت. بصي، وتلات معالق كبار سكر. هجيب بقى بولة وهحط فيها المية دافية طبعا عشان تنشط الخميرة، وهحط اللبن وهحط 3 معالق كبار سكر والزيت. وهحط الخميرة معلقة كبيرة. وهحط معلقتين كبار دقيق. طبعا انا بعمل كده عشان اسرع عملية التخمير. هخلطهم بقى كويس جدا وهسيبها تخمر في مكان دافي. ده شكلها بعد ما خمرت. بصي خمرانة ازاي معايا. هضيف بقى بقيت كمية الدقيق اللي انا خدت منها معلقتين كبار. الدقيق منخول وعليه رشة ملح، وعجنها بقى كويس. هعجنها لغاية ما تلم معايا، وبعد عجن 10 دقايق ده هيبقى شكلها. هغطيها بستريتش واسيبها تخمر. عندي بقى كوباية زبدة، انا حطاها في ورق زبدة وفردتها بالنشابة كده ما بين ورق الزبدة. بص شكلها، وبحطها في الفريزر لغاية ما تمسك كده. نيجي بقى للعجينة اللي خمرت معايا. هجيب النشابة وافردها بيها. اهم حاجة ارش من تحت العجين دقيق عشان ما تلزقش معايا خالص. هفردها كويس بقى بعد ما فردتها كويس. هجيب بقى الزبدة اللي انا كنت حطاها في الفريزر وفردها كده واحطها في النص. وهقفل بقى العجين كده عليها على الزبدة عشان ما تخرجش وانا بفرد العجين بالنشابة دلوقتي. بعد ما قفلتها كده بقى هقلبها على الناحية التانية. هفردها بقى واحدة واحدة كده عشان برضو حافظ ان الزبدة ما تخرجش معي. وهفردها على شكل مستطيل. بعد ما فردتها بقى هتنيها كده. بعد ما فنيتها بقى لازم تدخل الفريزر 5 دقايق. هاخدها واحطها في الفريزر عشان الزبده ما تفكش معايا. هفضل اعمل الحركه دي 6 مرات. هفضل افرد العجينه وبعدين اطبقها 6 مرات، وما بين كل مره هحطها تاني في الفريزر عشان الزبده ما تفكش معايا. طبعا انا كده عملتها مرة واحدة، دي تاني مرة. كل ما هفردها هتنيها تاني وادخلها الفريزر في ورق الزبدة. دي كده تالت مرة معايا. جبتها من الفريزر وهفردها
واتنيها برضو. هفردها كويس جدا. طبعا العجينة مرتاحة بتتفرد بسهولة، بس لازم نفردها بالراحة عشان الزبدة ما تخرجش منها. هتنيها دي كده المرة التالتة، وهحطها برضو في الفريزر 5 دقايق. هفردها بقى 3 مرات كمان واتنيها واحطها في الفريزر ما بين كل مرة، عشان كده تبقى 6 مرات اتعملت فيها. بعد ما جبتها من الفريزر هفردها بقى على شكل مستطيل واقطعها مثلثات. بقطع الاول مستطيل وبعدين اقسمه نصين كده. بس شكل المثلث، وانت اللي بتتحكمي في حجمه، عايزاه اكبر او اصغر وانت بتقطعي. طبعا هفتح بقى في المثلث الجزء اللي انا بحط من ناحيه الشوكولاته. طبعا انت الحشوه اللي انت عايزاها، ممكن جبنه وممكن شوكولاته بيضه وممكن مربى اللي انت عايزاه. انا حشيتهم كلهم شوكولاته سمراء. هلفها بقى كده واشدها وانا بلفها واحده واحده، وده هيبقى شكلها. بصي هعمل واحده كمان واقفل على الشوكولاته كده وهلفها واشدها برضو وانا بلفها عشان تتقفل كويس. بعد ما خلصت بقى الكمية كلها هدهن وشها بصفار بيضة عليها معلقة لبن وفانيليا. هدهن وشه كويس جدا وادخله الفرن على درجة حرارة 200، واول ما يستوي هقيد الشواية عليه. هياخد ربع ساعة بالظبط في الفرن. ايه رأيكم بقى؟ عايزة اقولك طري وهش جدا. انا زينته تزيين بسيط بالشوكولاتة السمراء والشوكولاتة البيضة، وسبت برضو فيه سادة كده. عايزة اقولك طعمه تحفة جدا. يا ريت تجربوه وتكتبولي في التعليقات ايه رأيكم فيه. يا ريت بقى لو لسه بتشوفوني لاول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك لو الفيديو عجبكم. يلا جربوه وبالهنا والشفا.